أفشوا السلام، قال وأطعموا الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا يعني لفتة من عندي هذه، فانظروا فيها ولا تأخذوا إلا بعدلها. الشيخ محمود بن حميد الله يحفظه يقول ادعوا الله بعد الطعام ثم يسكت، ونادرا ما يقول فلان بعينه، فإن امتنع وما يلح عود عود ما يلح يبقى هكذا، فإذا ما دعا أحد دعا الله هو يدعو. يعني هذا الضعيف يفهم من ذلك وكأنه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه ما تتحقق في الإلحاح على الحاضرين، دعول انت وكأنك تطلب الشكر منه فتخرج من 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 الوصف إن الأبرار يشربون من كأس، إلى قوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فكأنه يرى فيها حرج أنه يكثر على من حضر. دعو لا قل دعو الله انتهى، وبعد ذلك إن لم يعني يدعو دعو انت وانتهى الأمر.